مقال في غاية الأهمية في هذه الجزئية. دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا بيك دكتور فايز، أهلا بيك دكتور فايز. إيه دلالة انعقاد القمة على مستوى القادة والرؤساء والزعماء في هذا التوقيت؟ نعم، يعني طبعا في دلالات كتير نقدر نتكلم عليها، لكن في رأيي أهم هذه الدلالات تتعلق بالتوقيت أولا، وتتعلق بالسياقات الدولية والإقليمية والخاصة بالأطراف أيضا التي تعقد فيها هذه القمة. نعم. يعني فيما يتعلق بالبعد في هذه القمة، إنها تعتبر الإطار الأول الذي ينظم العلاقات الصينية مع العالم العربي على مستوى القمة. يعني في كل الأطر السابقة كانت إما أطر ثنائية بما في ذلك حتى التي عقدت على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري، ومنها طبعا منتدى التعاون العربي الصيني، لكن هذه هي القمة الأولى التي تعقد على مستوى القمة. وبالتالي هذا يشير إلى أن العالم العربي مع والصين يعني قرر رفع أو ترقيق مستوى التعاون أو مستوى إدارة هذه العلاقات. لكن الأهم هو السياقات الدولية والإقليمية، يعني على المستوى الدولي كما نعلم، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهي تعتبر حرب توصف بالحروب التغييرية، بمعنى أنها تغير أو وضع النظام العالمي بعد انتهاء هذه الحرب. هناك تحولات كثيرة، هناك جميع القوى الدولية تسعى إلى بناء تحالفات وشراكات لإدارة علاقتها مع النظام العالمي. جميع القوى تدرك أن هناك لحظة تحول في هذا النظام، وبالتالي الجميع يعمل على إعادة هندسة علاقاته الدولية بشكل يخدم يعني أو يعظم مكاسبه في النظام العالمي الجديد. على المستوى العربي طبعا هناك تحولات كبيرة، القوى العربية الآن يعني في وضع مختلف تماما عما كانت عليه في لحظات انتقال النظام العالمي قبل ذلك، بما فيها الانتقال الأخير من نظام ثنائي القطبية إلى النظام يعني أحادي القطبية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. يعني العالم العربي الآن أكثر قوة مما كان عليه في هذا الوضع. هناك قوى عربية يعني تمتلك مشاريع وطنية كبيرة لديها رؤية محددة وواضحة فيما يتعلق بالتحول في النظام العالمي، ونشير هنا إلى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بشكل خاص لإدراكها بمصالحها في هذا النظام. بالإضافة إلى ذلك انتهت طبعا حالة الاستقطابات العربية، وهي يعني ظاهرة تاريخية. هذه الظاهرة تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبالتالي هذا يسمح للعالم العربي أن يتحرك بمنطق أو ككتلة متوافقة إلى حد كبير، ولديها مصالح عليا متوافق عليها في الحركة في النظام العالمي. في الحقيقة طبعا هناك تحولات كثيرة، لكن في رأيي دي أهمها، وكل ده ينعكس بالطبع لكن على مخرجات هذه القمة ووضع نظام الوضع العالم العربي في هذا النظام. لكن المهم الذي يجب أن نشير إليه إلى أن هذه القمة المهمة لا تعني بأي حال من الأحوال أن العالم العربي يتحرك في النظام العالمي الآن بمنطق المباراة الصفرية، بمعنى أن هذا لا يعني أنه أعطى ظهره للولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الأوروبية، لكن هو يتعامل بمنطق أن يكون رقم مهم في معادلة بناء نظام متعدد الأقطاب وخلق حالة تعددية الأطراف، ليس على النظام العالمي، لكن الأهم هو تكريس حالة تعددية الأطراف في الإقليم في منطقة الشرق الأوسط. هنا كنت حسأل حضرتك دكتور فايز، من وجهة نظرك وتقديرك، انعكاس هذه القمة بهذه التحالفات على علاقة هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية؟ في الحقيقة طبعا كل ما العالم العربي يعني تحرك بمنطق يعني رؤية واحدة أو رؤية يعني متوافق عليها بشأن مصالحه في مواجهة القوى الدولية، وكل ما نجح في بناء
حالة تعدد بيئة أطراف في الإقليم المباشر العالم العربي وهو إقليم الشرق الأوسط، ده طبعا بيعظم مصالحه مع الولايات المتحدة الأمريكية ويخلق هامش حركة أكبر في التعامل مع القوى الدولية. العالم أو النظام العالمي يقوم على المصالح. وبالتالي جزء كبير من حماية المصالح هو خلق حالة تعددية الأطراف هذه، وهذا هو ما يحدث الآن بالفعل. نحن في شهر يوليو الماضي كان هناك قمة عربية أمريكية نتذكرها، وكان هناك اهتمام كبير بها، ونتذكر الكلمات المهمة التي أجلى بها القادة العرب في هذه القمة. ثم هذه القمة مرة أخرى يعني أو قمة أخرى مع الصين، هذا يشير إلى أن العالم العربي أو القوى العربية الرئيسية تساهم بالفعل في عملية انتقال النظام الدولي من زاوية محددة، وهي الحفاظ على حالة التوازن في هذا النظام العالمي. نحن لدينا مصالح مع كل القوى الدولية، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الصاعدة في النظام العالمي، وهناك مصلحة ليس للعالم العربي فقط لكن كل الدول النامية والاقتصادات الناشئة والدول التي لديها مشروعات وطنية، لديها مصلحة في الحفاظ على حالة التوازن في النظام العالمي، والحفاظ أيضا على المبادئ الأساسية التي حكمت هذا النظام وزالت تحكمه على الأقل من الناحية النظرية منذ انتهاء الحرب العالمية وحتى الآن. هذا لمصلحة النظام العالمي ولمصلحة كل القوى الدولية بما فيها المبادئ الأساسية، حماية الأمن العالمي، حماية التوازن في المصالح، العدالة، عدالة التوزيع، الموارد الدولية. كل هذه مبادئ مهمة، وأعتقد أن العالم العربي الآن يلعب دورا تاريخيا في الحفاظ على هذه المبادئ والانتصار لها، والحفاظ على حالة التوازن في النظام العالمي، والحفاظ على حالة تعددية الأطراف. وفي تقديري أن القوى الدولية ستدرك هذا وستتعامل بالفعل مع العالم العربي بهذا المنطق. أنا بسأل حضرتك ده يا دكتور فايز لأنه حضرتك طبعا متابع، والتصريحات خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بروسيا، وكان دايما التصريحات بتطلع أصدقاء الولايات المتحدة، من يتحالف مع روسيا فهياخدوا موقف منه. من هنا بسأل حضرتك، عشان كده بقول انعكاس هذه القمة والولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أنه العالم يتعامل بمنطق المصالح، عشان كده بسأل حضرتك انعكاس ده على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الدول، لأنه الصين ليست صديقة بالشكل السياسي المفهوم للولايات المتحدة الأمريكية الآن. صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية تدير علاقة تنافس كبيرة مع الصين. نعم. لكن الأمر يعني يجب النظر إليه ليس فقط من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية لكن من وجهة نظر مصالح كل دولة ومصالح القوى الرئيسية في أي إقليم. و هناك أقاليم أخرى سبقت إقليم الشرق الأوسط استطاعت أن تحافظ على أمنها الإقليمي، واستطاعت أن تدير علاقة متوازنة مع كل القوى الدولية، وأن تضع حدودا للتدخل القوى الدولية في شؤون الإقليم وفي يعني القضايا الأمن الإقليمي بشكل عام. هناك أقاليم سبقت إقليم الشرق الأوسط في هذا، لكن بسبب مشاكل عديدة في إقليم الشرق الأوسط وظواهر تاريخية حالت دون خلق هذه الحالة. الآن يعني هناك فرصة كبيرة في رأيي لدى القوى الرئيسية في إقليم الشرق الأوسط لإعادة بناء علاقة متوازنة بين الإقليم وبين القوى الدولية، وهذا راجع إلى إدراك القوى الرئيسية في الإقليم بطبيعة هذه اللحظة وقراءتها للأوراق أيضا التي تمتلكها القوى العربية في مواجهة كل هذه القوى. مرة أخرى يعني هذا كل هذا لا يعني أننا في صراع أو أن المنطقة العربية ليست جزءا من صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن هم جزء من نظام عالمي يتشكل، وبالتالي لابد أن تساهم هذه المنطقة والقوى العربية الرئيسية في الحفاظ على حالة التوازن وضمان عملية التعددية الأطراف والتعددية المصالح أيضا في هذا النظام. فنحن جزء من عملية تحول تجري في النظام العالمي،
لم يعد يعني مقبول من جانب القوى العربية الرئيسية أن تكون كما مهملا، وأقصد أن لا تكون يعني تتجاهل مصالحها، ومصالحها واضحة في هذا الإطار، هو الحفاظ على استقرار المسلمين، الحفاظ على استقرار النظام العالمي، الحفاظ أيضا على مصالح هذه الدول مع كل القوى الدولية. نعم، شكرك دكتور فايز، شكرك فعلا.